وفي سياق متصل، تلقى طارق يحيى المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تلقى عرضا من نادي مصر المقاصة لتولي تدريب الفريق الفيومي، وذلك خلال الفترة المقبلة خلفا لمؤمن سليمان المدير الفني الحالي. يسعى مسؤول المقاصة لإقناع مرتضى منصور رئيس الزمالك بالموافقة على رحيل طارق يحيى بعد مباراة الفارس الأبيض وسموحة في الجولة السادسة للدوري، ذلك في ظل احتلال المقاصة المركز قبل الأخير في سلم ترتيب جدول الدوري العام. ستشهد الساعات المقبلة حسم الأمر، لا سيما وأن مسؤولي الفريق الفيومي يسعون وبقوة للتعاقد مع مدير فني جديد، وذلك لتحسين صورة وصيف الدوري العام الماضي.